السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي هذا بأتم الصحة والعافية والنشاط الفكري والجسماني بإذن الله. اليوم بناء على واحد ما نقولش مشكل، ولكن واحد الجوج الفيديوهات شتهم. الفيديو الأول شتو من الأخ صاحب قناة رؤية المعلومات، ومن بعد كان رد غير مباشر، وهذا الشيء هذا الفيديو ديالاش كان تيهضر على الادسنس باش تعرفوا علاش تنهضر، وتيهضر على هل يجوز ربط حسابين ادسنس في حساب بنكي واحد. وكان الرد من طبعا من الاخ كان رد غير مباشر ورد محترم جدا من الاخ الاستاذ توفيق اللي صاحب قناة الريشة عربية، وحيث أنه نبه الإخوة الذين يريدون القيام بهذه الخطوة أنها خطوة خاطئة ويمكن تضيع حسابات ديالهم ديال الأدسنس. وفي الحقيقة الإخوان بجوج داروا واحد المجهود، لا الأخ الأستاذ صاحب الرؤية للمعلومات ولا الأستاذ صاحب قناة الريشة، بجوج بالنسبة لي مشاو صح، ولكن المشكل فين كاين؟ هو المشكل في السيبور، هو في الأخ صاحب قناة رؤية المعلومات، حيث مشى السيبور او مشى اليوتيوب المساعد لليوتيوب ودار معاه حوار في الشات واعطاه هذه المعلومه. اولا اعطاها له هضر معاه بالانجلي، من بعد ما جاوب الاستاذ توفيق صاحب قناه الريشه انه داكشي ماشي هو هذاك، عاود جاوب بكل ادب واحترام الاخ رؤيه المعلومات صاحب قناة رؤية المعلومات بأنه هضر معهم هذا الشيء اللي قالوا له، وعاود تبت الكلام على أساس أنه هضر معهم بالانجلي، وعاود تبت كلامه بالعربية. شخصيا لا الشخص اللي هضر معه بالانجلي ولا الشخص اللي هضر مع الأخ صاحب رؤية المعلومات بالعربية ما عطاوهش إجابة صريحة. قالوا له إيه يمكن تربط القناة أو الأدسنس جوج أدسنس أو حتى أكثر بحساب بنكي واحد. الأخ اللي هضر معاه بالعربية قال له إذا قبلت البنك، إذا قبلت البنك. هنا عاوتاني واحد الحاجة اللي كتحليل شخصي وكاجتهاد درته، تندخل تنقرا كل ما تتكتبوا الادسنس وكل ما تتكتبوا الجوجل اليوتيوب والجوجل وطبعا قانون الابنك. وحتى واحد الحاجه ما تخفاش عليكم ان قانون البلدان، حنا في المغرب او مصر ما عندناش تاكس، تاكس يعني ما تنخلصوش تاكسز على كيوتيوبرز. بالنسبة الإخوان العرب نفسهم اللي ساكنين في دول أوروبا كلها، ما غاديش نسمي أي، ولكن كلهم دول أوروبا من فرنسا إنجلترا أنا سميت، المهم باش بالتحديدا عندهم تاكسز على اليوتيوبر، should pay taxes، اليوتيوبر لازم يخلص تاكس لان يعتبرون ان اليوتيوب عمل مثله مثل اي عمل تاني. وهذا المشكل هذا خليكم معايا وركزوا مزيان التحليل، هذا المشكل هذا لما انت تجي وتدير جوج حسابات حتى لو كان باسمين مختلفين في حساب بنكي واحد، تيولي عندك جوج مدخولات، مدخول اللي باسمك او مدخول باسم مراتك او باسم اختك او المهم راكم فهمتوا. في هذه الحاله تجي واحد لان انت راك مسجل في التاكس،
تجي حتى لا سمحت لك البنك طبعا باش تدير جوج حسابين يتربطوا عندها في يعني جوج مدخولين. لقلنا حسابين ادسنس يعني مدخولين، عندي مثلا محل بيتزا ريستورا محل بيتزا، وعندي ريستورا اخرى ديال، وعندي محل اخر ديال الحوايج. البنك ما البنك ما تيهمها، تيهم ان تدخل عندها الفلوس ان شاء الله، تدخل عندها 10 الحسابات. هذا منطقيا ماشي ماشي العمل ماشي العمل بال شو يسميوه بالانترنت، كعمل يعني تنقولوا عمل ارضي، عمل عندي حوانت، عندي سينما، عندي سوبر، كل حاجه عندها فين نديرهم في نفس الحساب، او ندير كل تجاره عندي حسابها الخاص فيها باش ما نخلطش الحساب. بحال اللي تيقولوا ما تخلطش الحسابات، خليك معايا واضح، ما تخلط ليش الحسابات. حتى في الهضره ديالنا اليوميه ولا ككلام تيقول لك ما تخلط ليش الحسابات، خلي كل حساب بوحده. هذه منطقيا نرجع لكم سميتو شنو كاين ك ادسنس. قال له هذاك الشخص اللي دخلت القناة ديال رؤية المعلومات، قال له لا سمحت لك البنك، ياك البنك ما عندهش علاقة بالادسنس، ويوتيوب ما عندوش علاقة بالادسنس، فهمتوا؟ قانون الادسنس بوحدو، قانون اليوتيوب بوحدو، ولكن تيجمعهم قانون واحد اللي هما دابا انت كي تجمعهم، نكمل بعدا، تجمعهم قانون واحد هو خص واحد شي باش ندير شي تاني. باش ندير ادسنس خص تكون عندي شي حاجة اللي غندير عليها ادسنس. انا دابا عندي تنهضر على قناة يوتيوب، باش ندير ادسنس في قناة اليوتيوب خصني نسالي الشروط اللي 1000 مشترك و 4000 ساعة. هنا خصني نفعل، هنا خصني نفعل الربح يا على طريق ادسنس او عن طريق حاجات اخرين. كاين اشياء اخرى فينا نفعلوا عليها الدخل من غير ادسنس. دابا انا تنهضر على ادسنس. ادسنس عندها قوانينها، كي تجي تربط اليوتيوب بالادسنس، اول شرط الا عندك جوج حسابات تتكشفهم لك، تتقول لك ما غاديش نربط لك، حيد لك واحد وخليك على واحد، اختار اي واحد فيهم عجبك، فهمتي؟ باش نربط لك انا القناه ديالك على الادسنس. يعني هذه بعدك حاجه من الحاجات تدل على انك ما تقدرش يكون عندك حسابين في الادسنس، وفي النهايه تربطهم كي تطلب منك تربط الادسنس نفسها من بعد ما تتكمل 10 دولار تربط بوسيلة الدفع، مثلا يا بنك يا وستر يونيون يا الشيك يا المهم كل البلاد وشنو هي مسموح لها ديرو، فهمتوا؟ في ديك الحالة تتربط تدير وسيلة الدفع، فيك تدير أكثر من وسيلة الدفع، يعني بنك فيك تدير جوج أبناك ولا عندك جوج حسابات، فيك تدير وستر يونيون وبنك، فيك دير بايونير وبنك، فهمتي؟ لان بايونير تاهي تعتبر بنك بحد ذاتها. فهاد الحاله هادي مادام انت عندك حساب واحد تربطه باكثر من حساب بنكي، اي اما اكثر من حساب ادسنس تربطه بحساب واحد بنكي، هنا الجدال. غادي نجي نقول لكم هنا دخلت في جوجل، نكبروها، دخلت في جوجل وكتبت كان وي لينك وان بانك اكونت تو توك اكونت ادسنس، واش يمكن؟ انا درت البحث بالانجليزي لان البحث بالعربي معدوم تقريبا للاسف الشديد. قال لك يس اف يو جوت ا جوينت اكونت ذن بوث بيرسون كان ميك تو ديفرنت ادسنس account and can use same bank account. يعني جوج اشخاص فيهم ياك يربطوا، ها هما كاتبين يربطوا حسابين ادسنس، ولكن قال لك both person جوج اشخاص، فهمتي؟ هنا تيكون التلاعب، راه نتوما ماشي هذا اللي غادي يدير جوج ولا ثلاثه لي كونط،
راه هو واحد واحد، ماشي جوج فعلا اشخاص، فهمتي؟ راه واحد، ولكن هو واخد مثلا عنده سميتو، سميت مراته او اخته او باه او، فهمتي؟ different different AdSense account and can use same bank account. صريحة الأستاذ الأخ المعلوم قناة المعلومات المعلوماتية قال لي اسمع، ولكن استناو ما نتسرعوش. once approved كي تيكونوا approved، يعني الاكونت الاول ديال ادسنس approved يعني موافقه لك عليه ادسنس، والكونت الثاني اللي باسم ثاني موافقه لك عليه الادسنس. ياك payment will be issued to the bank directly. الخلصات ماشي payment واحد، payments الخلصات ديالك غادي يمشيو ديريكتومون نيشان البنك. It will be better to keep different bank accounts for different AdSense accounts. واضحة، قال لك من الأحسن. علاش؟ أولا على ود التاكسس، ثانيا جوجل نفسها. أنا غنجيت لهنا واحد نكبرها لكم باش تشوفوها مزيان 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 مزيان. هنا الناس بزاف تيسقسيو، can I link one bank account with two or more AdSense accounts؟ هنا هذا جاوبه، هذا في 2017، وهو قال لك هذا بلوجر and AdSense user since 2012، يعني عنده 8 سنين أو 9 سنين خبرة في AdSense. قال له yes definitively، طبعا أكيد ما كاين شي حاجة تتمنعك، ما كاين شي انك كي تتكون تتربط تيقول لك لا ممنوع تربط. كربط جوج ديال الادسنس مع كونت واحد ديال ياك ديال شتي يسميوه ديال البنك، لان فيك يكون بحال اللي تنقولوا فيك يكون عندك تجاري كونت تجاري، وفيك يكون عندك كونت بيرسونيل شخصي ديال يوتيوب او ادسنس. وهنا قال ديفينيتلي واحد غيفرح، ولكن كمل. bank account is not a problem when it comes to linking with adsense. من المشكل البنك اكونت او حساب بنكي ماشي مشكل كي تتبغي تربطو بادسنس. It is recommended to use just one account for all your AdSense accounts. قال لك من الأحسن تدير account واحد لكل AdSense ديالك account. ونكملوا بلاتي شوفوا شنو هذا، شنو كيفاش يجاوب طريقة التي. As using multiple accounts would raise a question on tax returns and even Google would suspect this happening. قال لك ملي تدير راك درتيها ما كاين حتى مشكل، ولكن من بعد العواقب شنو هي؟ انك كي تديرها اولا تزيد عليك لي تاكس، فهمتي؟ الا انت في شي بلد اوروبي مثلا تدخل لك مليون في كونت واحد، تاكس ديالها ماشي هو جوج د المليون، جوج كونتات كل واحد يمكن يدخل لك، اذا بشحال ما دخلتي تاكس تزيد. اما كل كونت بوحدو كل كونت تاكس ديالو بوحدو، فهمتو؟ احنا ماشي في هذا الشيء، ولكن مهم. ومن بعد قالوا ولكن ايفن قالوا حتى جوجل يمكن لها تشك شنو واقع. وانس suspected جوجل ويل سون بان يور اكونت. اول ما تتشك فيك جوجل من حقها تتدير لك باك، تدخل ما تجبر ايميل صافي وقفنا لك لو كونت ديالك ديال اللي تيهضر عليه ديال ادسنس. هنا هذا قال له جاوبوا، هذا في 2000، وهذا من الناس اللي فعلا 2015 2017، وكانت الكيستيون في 2018، ولكن هو هذا الاحداث اللي جبر. قال له سوري اي فيل تو اندرستاند واي يو وود دو ذات. قال له اسف، يعني تيتسائل علاش بغيتي دير هكا. تو مي اول ات ويل دو از انكريز ذا تشانسز فور جوجل تو ميك ميستيك.
قالك هو بالنسبه له غير تزيد الفرصه الجوجل، تزيد الجوجل فرصه باش تجبر لك منين تشدك بالعربيه تاع عربيت، فهمتي؟ on the other hand if you are trying to cheat google لا 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 تضحك. قال هو على العموم لو بغيتي بغيتي تغش جوجل you will get caught، يعني غادي تشدك بين قوسين ودرالو بولد، يعني درالو بالخط الكبير الغليظ. في النهايه اش غادي نقول لكم هنا عاوتاني. ها هو واحد اخر قال له كان تو ادسنس اكونتس هاف ذا سيم بانك ديتيلز، قال له ميبي نوت، هذا جاوبه ما فهمتي. المهم عموما اللي كاين واللي عطاته لجوجل ولا عطاته الادسنس هي ديفرنت ادسنس ديفرنت اكونتس. سالينا نهنيو راسنا ما نصدعوش راسنا. وتاني شي نصيحة، جوجل أدسنس سيبورت ماشي هو يوتيوب سيبورت، ماشي هو جوجل سيبورت. كل وحدة شنو هو سيبورت؟ كي تدخل تدير الشات مع الناس اللي خاصين بأدسنس، فهمتي؟ ماشي هما الناس اللي خاصين بيوتيوب. هذاك اللي خاص باليوتيوب تي خاص تعطيه أسئلة على اليوتيوب، كيف نربط، كيف نجيب، عندي مشكل في الفيديو، في ما عارفياش. ديال ادسنس خاص في الادسنس نفسه، البين كود كي نربط مشحال عندي من حق من كونت، مشحال عندي حق ندير من بنك، عندي مشكله في المدخولات او ما عارفياش، علاش وقفتوا لي الاشهارات، كيف ندير الدعايات، ما عندوش لا سقسيتي على اليوتيوب، غيقول لك لا سير للناس ديال اليوتيوب يجاوبك. وكي حتى كي تدير سيرش على شي حاجه تجي تجبر ادسنس مساعد الادسنس، وعاوتاني كي تدي حاجه باليوتيوب مساعد اليوتيوب. الكلب الجيران مسكين تيبكي، خلاوه مسكين في الجرده بوحدو ما عرفتش علاش. على العموم نحاول نكمل بسرعه، انا حاولت نفصفص لكم هذا الشيء ونخدموا العقل واللوجيك، فهمتوا الاخوان؟ بجوج الاخ رؤية المعلومات دار مسكين قصارى جهدو وتيق شنو قالوا له سيبورت ديال اليوتيوب، رغم انه كان خصو يسقسي ديال ادسنس الصراحه ماشي ديال اليوتيوب. لهذا جبر واحد او ما مقنعوش، ما الصراحه الجواب ما كانش مقنع. وعلى العموم نصحكم تشوفوا القناتين بجوج، قناتين بجوج هائلة ورائعة، وتنتعلموا منهم ومازال غنتعلموا منهم إن شاء الله. وقناة الريشة عنده قناة أخرى زوينة تعجبني اللي هي تيدير هذيك شي ديال فيديوهات ديال الخشب والكرافت، وديك شي زوين بزاف 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 يعني رائعة هي. والفلوغ ديال الأخ رؤية المعلومات عنده ويب سايت وعنده جروب في الفيسبوك ممتاز. احنا اللي تهمنا ان نبقى متحدين ونوصل المعلومه للاخوان بكل صدق وامانه، وصدق الاخ المعلومات اللي خلاه حطك الفيديو، وصدق الاستاذ توفيق صاحب قناه الريشه اللي خلاه حطك الفيديو. وان شاء الله نكون معكم انا الصدق اللي بغيت انني انا نوصل لكم المعلومه من وجهه نظري كوحده تتعلم من الاخوان بجوج، وتتبحث في مواقع واماكن ثانيه نكون وصلت لكم وفهمتكم اللي يمكن ما قدرتوش تفهموه. مع السلامه والى فيديو قادم باذن الله.